اليوم إن شاء الله سأروي لكم قصة يتلدد بها القارئ ويطرب بها السامع، فهي قصة نبي من بني البشر لديه قدرات ليست لكل البشر، فهو تربى على يد موسى عليه السلام، فكان من الأنبياء المقربين وذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وأخبرنا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أمر الشمس بعدم الغروب فأطاعته وقالت آمين. إنه نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. تبدأ القصة عندما أمر الله سيدنا موسى عليه السلام بفتح الأرض المقدسة، فخرج نبي الله موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصر متوجها بهم إلى بيت المقدس ليفتحها كما أمره الله سبحانه وتعالى. وعندما اقترب منها أرسل الله سيدنا موسى جنوده للاستطلاع، فرجعوا إليه وقالوا إن بها قوما جبارين. فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فعندما رفض بنو إسرائيل القتال غضب سيدنا موسى عليه السلام غضبا شديدا، فدعا عليهم فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاستجاب له رب العزة تبارك وتعالى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تاس على القوم الفاسقين. ثم بعد ذلك توفي نبينا موسى عليه السلام، وتولى الخلافة بعده يوشع بن نون عليه السلام. ذلك الفتى الذي ذهب معه ليبحث عن الخضر هو الفتى المذكور في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فصار ذلك الفتى نبيا على بني إسرائيل، وظل معهم فترة من الزمن حتى انقضت 40 سنة. فلما انقضت جهزهم يوشع بن نون عليه السلام للقتال، وقال لهم إني أريد أن أفتح بكم بيت المقدس ولكن بشرط واحد. قالوا فما هو يا نبي الله؟ قال لا أريد أن يخرج معي للقتال رجل عقد على امرأة ويريد أن يدخل بها، لأن قلبه سيكون متعلقا بامرأته وليس بالقتال، ولا أريد أن يقاتل معي شخصا قد بنى بيتا ولم يرفع سقفه، أي لم يكتمل، لأن قلبه سيكون معلقا ببيته وليس بالقتال، ولا أريد أن يقاتل معي أيضا رجل عنده غنم ينتظر ولادتها، لأن قلبه سيكون متعلقا بها، ولكن أريد كل فارس شجاع يخرج معي للقتال لا يتعلق قلبه بالدنيا حتى ننتصر عليهم بإذن الله. ولأول مرة يخرج بني إسرائيل والمؤمنون الموحدون بالله مع يوشع بن نون عليه السلام في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان، مع جيش لا يقدر بالآلاف يريدون أن يفتحوا بين المقدس. فبعد أن اقترب النصر لبني إسرائيل وكان ذلك في يوم الجمعة، أخذ الوقف يمضي ويقترب من الغروب، وخشي يوشع بن نون عليه السلام أن يدخل يوم السبت فيتوقف قومه عن القتال، لأن شريعة بني إسرائيل تحرم عليهم العمل والقتال في يوم السبت والذي ببدء مع دخول وقت المغرب من يوم الجمعة. فخاف عليه السلام أن ينهزموا وتصير الغلبة للعدو، فسأله قومه ماذا نفعل يا يوشع إذا غابت عنا الشمس، فإننا سنتوقف عن القتال، فماذا يفعل يوشع عليه السلام؟ فبدأ ينظر إلى الشمس ويكلمها، وكان هو أول نبي يكلم الشمس ويأمرها بأن تقف، فقال أيتها الشمس إنني مأمور وأنت مأمورة، وأنا مخلوق وأنت مخلوقة، وكلنا نسير في أمر الله عز وجل. ثم قال اللهم احبسها علينا كي لا يدخل يوم السبت وحتى يأتي النصر. فاستجاب الله له بمعجزة عظيمة لم تكن لنبي قبله، وأمر سبحانه وتعالى الشمس بالتوقف عن المسير إلى حين انتهاء المعركة، فتوقفت الشمس وبقي نهار يوم الجمعة ثابتة، واستمر القتال بينه وبين القوم الجبارين إلى أن نصره الله عليهم ودخل بيت المقدس فاتحا لها. ثم عادت الشمس إلى حركتها الطبيعية. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون، ليالي صار إلى بيت المقدس
وبعد انتصار بني إسرائيل قال لهم نبيهم إن الله يأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا ويقولوا حطة، ولكن خالفت بنو إسرائيل أمر الله قولا وفعلا، فدخلوا يزحفون على مؤخراتهم ويقولون حنطة بدلا من حطة، فغضب الله عليهم وأنزل عليهم عقابا من السماء فأصابهم. الطاعون الذي قيل أنه قتل منهم في ساعة واحدة 70,000 أيقن بنو إسرائيل عظم الخطأ الذي وقعوا فيه، فرجعوا إلى الله تعالى واستغفروه عما بدر منهم، فرفع الله عنهم الرجز وتاب عليهم. هذا والله تعالى أعلم. أرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع فلا تنسوا مشاركته مع من تحبون، ولا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لي، والسلام عليكم.